نبداو بها ان شاء الله. كيفاش يجي ناس اللبنين؟ بالنسبه للسلو يمكن لي نقدم الكميه اللي يمكن نخدموا بها. مثلا كيكون القوام كيكون غالب على الدقيق، يمكن اننا هذا السلو نديروه بدون ماده دسمه، بحيث اننا نحمروا اللوز ديالنا كندهنوه بالزيت كنحمروه في الفرن. طبيعه الحال الزنجلان حتى هو كنغسلوه نقيوه ونحمروه. الطحين ديالنا حتى هو كنحمروه، كتكون تقريبا القياس ديال الطحين كيكون الثلث ديال القوام اللي عندنا. بالنسبه للوز الزنجلان، القرفه حتى هي كنديروها تقريبا واحد 50 غرام، نافع وحبه حلاوه. سكر كلاصه تقريبا واحد 600 غرام بالنسبه لكيلو ونص اللوز، كيلو ونص ديال الزنجلان، كيلو ونص ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق ملي كيتحمر كيلو ونص محمر، لان اي فوا ملي كنحمرو كينقص العبار ديالو. مثلا ندير واحد 2 كيلو تحمر باش يلاه كيبقى لي تقريبا واحد كيلو ونص. ما كناخذ هاد العناصر المكونات كلها اللي عندي كنمشي كنطحنهم. كاين الناس اللي مكلفين كيطحنوا عندهم ماكل كبار، دونك باش كيجنسوا بدون ماده دسمه. الا من اي فوا كيكون كيطحن حنا كنردوا البال القياس اللي بغينا حنا، اللي دام يكون عندنا فيه بغينا يكون شويه ناشف. المهم السيده ربات البيت هي اللي كتحدد النوعيه ديال السوف اللي بغات تاكل. اما بالنسبه باش يجينا فيه داك الكروكو، ملي كنجيبو السوف ديالنا للدار كنزيدو عليه تقريبا واحد ربعه ديال اللوز محمر ومهرمش، وكنزيدو عليه واحد ربعه ديال الزنجلان كذلك محمر ولكن كنخليوه صحيح، وكنعاودو نعركوه في الدار وبصحه وراحه.